يعني ظروف طاول تعبانة، ما في أي شيء لقدام، كله مثلا نلقى في إطلاق النار تاني نهار ضربوا، يعني ما في شيء صادق، ما حدا عم يسلو مع حدا. امبارح من يومين ضربوا سهول هال، يعني الزنبون العالم عم تسترزي وطالع من بيتها من الصبح عشان تشتغل، عشان ايش؟ شو لازم يصير حتى يصير وقف إطلاق النار؟ والله مالنا غير الله، كله الحكي فاضي، كله الحكي فاضي وعم يضحكوا على عقول العالم ودمروا الشعب وطلع العالم بده يتفرج على عقول، يعني يتفرج على اي واحد ماشي في هالشارع بتلاقي وجهه باهي، عايشين من قله الموت فقط لا غير، وعم يموتونا اول بالاول، الحمد لله رب العالمين. ابدا لا ما راح يصير، لانه طيران الكواوي ما زال فوقنا لسه وعم يقوم بعده غارات، بالعكس الاجواء هلا مليانه طيران، اكثر من 4 طائرات بالاجواء حاليا. شو لازم يصير او شو الطريقه لحتى يصير وقف اطلاق النار في افضل طريقه لمحافظه ادلب؟ صناعة قنبلة نووي ويضربوها على محافظة إدلب ونخلص، هاي أفضل طريقة، لأنه هني بدهم إبادة الشعب السوري ونحن هون في إدلب مجمعين قنبلة قنبلتين نوويات بيخلصوا منا. ما راح يصير لا وقف إطلاق نار في إدلب ولا شيء نهائيا، اجتماعات على الفاضي جدا جدا جدا، ما في شيء نهائيا. لو وقف إطلاق النار فرنسا دولة كبيرة وعظمى وألمانيا دولة كبيرة وعظمى لها تأثير عالمي، فهني على الطاولة فوق الطاولة بيقولوا بدنا نوقف اطلاق نار وبدنا نعمل وبدنا نساعد الشعب، وهن من تحت الطاوله الداعمين الاكبر للنظام. يا الله انا اشبع لك مبارك، يعني البارح بعد هالقمه هي ممكن يصير نتامل من الله ان شاء الله يصير، نتامل من الله.